السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كيف الحال ديالكم اليوم؟ أمر الله إلى يوم الجمعة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة الكهف، فإنها نور بين الجمعتين وحافظة بين الجمعتين إذا اجتنبت الكبائر. والكبائر راه معروفة، سبع الموبقات. مو معنى هنا باش نقول الموضوع ديالنا، الرجل كان مسير الذكر يوم الجمعة، فلك هي الجماعة تدخل من مورا 12 ديال النهار ديال الخميس إلى اليوم. فهاد اللحظة بدأت الآن مع العاشرة أو الحادية عشر بالتوقيت المغربي، حيت الجمعة عندنا لم تصعد تبدأ قراءة القرآن حتى 12 شي حاجة ديال الحزب، عاد الأذان، عاد صعود الإمام، عاد الخطبة، إقامة إلى آخره، الله يقبل من الجميع. اليوم ما تنساوش البخور، والبخور بروائح طيبة، وأكدوها وأقولوها. كاين البخور كما تنقول لكم 18 تباخيرة، راه هي اللي كاينة فقط، راه ما كاينش بخر بهادي ولا بخر بهادي ولا بخر، كاينة 18 تباخيرة هي اللي حطوا الحكماء فيزيك روحاني جمعوها. هاد 18 تباخيرة جمع لأي شيء تنصح فيكم. هاد 18 تباخيرة ما تقدرش تأديك، 18 تباخيرة ما تقدرش ديك العكوزة، 18 تباخيرة ما تقدرش تقوي الشياطين، راه كاين شي بخور تديرو تقوي الشياطين، كاين شي بخور تديرو هو ما خدام بك حتى تقدر تكون زهري، تقدر تكون عندك سحر مرشوش ولا مدفون ولا معلق ولا مكول ولا وداك الشيء. بحال دابا مثلا طوموبيل تخدم بليسانس درت فيها المازون مثلا، بغيت نقلي بيضة واش نقليها بالماء ولا بالزيت؟ مثلا بغيت نقلي الحوت نقلي بالزيت ولا بالماء؟ هكذا راه كل انسان راه ما يمكنش يلحق الحاجه ويديرها. غير هي 18 تباخيره هي ما عاد تعرف لا سعد لا نحس لا حتى حاجه، ممزوجه بالطبائع جميعا. والحكماء جمعوها مع بعضها البعض وخرجوا منها معادله ايجابيه. وجمعه مباركه، ولا تنساو الاشتراك ودعموا البارطاج، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.